أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. وشدد الرئيس السيسي على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات، إنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. ومن الظلام الى النور ومن الانكسار والمراره والالم الى الكبرياء والعزه والفخر ويقين الراسخ بان تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والاماني وانما بالرؤيه المتكامله بعيده المدى والتخطيط العلمي وتوفير اليات وعوامل النجاح ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب